سويت ويش؟ سويت ابك هذا ويش يا مريض؟ ليه؟ ملعقه صغيره بخلط هذا. امسك انت فاهم بيننا. وخر كب 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 حط الملح حطه. حطيت انت تروحين بالتاوة هذه؟ لا بذي. شفت اقلب هذه؟ اقلبها ليه؟ شفت اقلبها؟ حطها فلفل اسود. هون هون حط فلفل اسود. لا لا والله حطيت الاسطرك. ايش تبي طيب؟ تحط ايش؟ بهارات؟ ولا شيء. سادة يعني. ولعت وين ريالي اول؟ هذا حاشرنا نيا بدون اي وظيفه. ايوه السلام عليكم بويز. العله ذات سيف تجي. اسهل مو اسهل الطبخ في حياتي البيض. اسهل شيء البيض. خلاص البيض انا زلت فيك كذا. الله يسعده. يوفر لك حاجات كثيرة. يحسسك انك سويت. يا ولد فكري ذا فكري. من الحلال. خله 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 ما يفهم. لا لا فكري ذا بس زريت فيه. ايدي مليانة زول نسيت. لا الثاني الثاني الثاني. روح. ازهل عندي يا ابو سيف. والله اصبر 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 ريحه طعامه ما تشوفه. ايوه تبغى نزيده؟ حومه حومه. تبغى نزيده شويه؟ لا بس رجال تكثر الزيت. البيض واجد. كيف والله ما ادري وش وزني يرفع. لا 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 زيده. لا لا كفي كفي كفي. والله البيض واجد. تبي تصب البيض انت كله مره واحده؟ زيد ثلاث مرات. من عزوبي منكم؟ من المعرس؟ انا عزوبي ولا معرس؟ ها؟ أنا ما تزوجت الحين. الله يوفقك. زواج إن شاء الله 1/11 الله يحييك. ما شاء الله الله يوفقك. 1465. أبوي اللي. ييه. بعد شياط. 1/11 بإذن الله. الله يوفقك الله يبني بيتك. 1465. فيه إعادة ما أحد يقول لها عيد ويسحب الدعوة هذه للناس ما ودك تدعي لهم. بالعكس زي أنت ولا تدعي لي. إيش فيك؟ طب خلها خلها ما ادري قصر ودري النار ولا هلا اقشط لمعها اي بقشطها الحين كلها اخر 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 عني اخر هو اخر ازعب جاد يلا يلا خلني خلني تناولها للطص ايوه يودي ترى ما تستريح استريح استريح اللي لنا العقل خالي وهذا ويش؟ هذا فول لا لا في يدك هذا طحينه تقول به الحين اضربها لو تضربها كلها العسل العسل هات العسل لا يولع فيه ذا عطني القشطه بندر عطني قشطه خل جوالك يشيلون فيها لازم بقرا هاشتاق قبل الحلال اشوف الاستاذ الرجال ويطقطقون على البيت اللي مسويها انا لا حول ولا قوه الا بالله شو يقولون على يقولون الطبخ ما شاء الله تبارك الرحمن بندر طبخه شيف ومن الناس لا والله الشيف أنا عن نفسي صدقت أنت صدقت؟ أنا لعبتي ذا أنا عن نفسي صدقت يا ولد كب البيض يا أخي أنت كروشة أنت سبب نزل الجوال شفت؟ أنزل وين؟ وطبخ. بستور ولا وين؟ لا فهم خمس يا الله هو معكم كذا في القرية؟ إيه أنت حمليني كلهم شكوى عدو الله أنا طالب هذا أحس البيض ذا جاي ماغص طالب حاول النار شوي اقرا الهاشتاج وعطني ذا يلا رح بيض الله وجهك وجهك ها وخر عني نوم يقول الفطور برعاية مجيد وبندر وعساهم يفطرون ما احد يتذكر ايام المطبخ وش كانوا يسوون انت كانت سمعتنا سيئة جدا في الطبخ الرجال طب. صادق بالعكس يوم يقول قبل شوي يقول انت طبخكم ماش بندر حاول تذكر ان ما انهزمنا بس تكفيك ذي طيب اسال ابن رويه موقف مضحك حصل له في السفر وموقف مرعب مرعب مضحك وموقف مرعب في السفر
موقف مرعب يا طويل العمر. مرة كنت في دولة من الدول آسيوية، تمام، وسالح من بدري، أنا الصباح بدري رحت مشيت وكذا وزرت أماكن وجيت تعبان ما أدري على آخر النهار مغرب. حلو. أدخل الفندق ولا إجاز لي أكل الفندق، قلت بطلع أتعشى برا، أطلع أتعشى وأرجع عادي. أي طال النوم، أي جي النوم رجعت الفندق طبعا، أي طال النوم قلت يا ولد خلني أروح أتمشى. الساعة الحين 12 الحين بالليل. هذا موقف مرعب مضحك. هذا مرعب. يلا حسنا. مرعب ما هو مرعب بالحين بس مرعب حول السالفة. أسلم. مرعب يا ولد. برا وذا وفال يقول مرعب. إيه. المهم الساعة 12 قلت يا ولد بروح أدوج في الشارع أغديني يتعب عشان يجيني النوم. حلو. تمام. هم طلعوا من حارة في حارة، من شارع في شارع، من شارع في شارع. جيت طال عمرك طف النار. جيت أنا عندك. طب لا 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 تروح. ريض. حرك يا مسلم، ما هو شغلك هذه تحت كله. المهم من شارع لشارع، من شارع لشارع، من شارع لشارع طويل العمر ما ادري وين انا. دخلت حواري، فهمت؟ ايوه. المهم مريت في اثنين الله اعلم انهم مودعين راح فيها سكارة، فهمت؟ انا الجو كان فيه فول شوي لابس وحاطن القبوع ذا، فهمت؟ مدخل ومتمشي، ما عندي ناظر في الشوارع. صحيح انا شارع مظلم حسيت فريبه شوي يوم ما دخلته، لكن قلت على الامور طيبه. مريت من عندهم اسمع كلام بلهجتهم، يوم قفيت زاد الكلام كأنهم يوجهون الكلام علي ويحارشوني. فهمت؟ هرجه يمك الحين. هرجه يمي انا تاكدت. هذا والله البلش الصدق. قلت يا ولد شكل الربع ما هم يعني، بس انا وشولها اعطيهم بال خلني اكمل، خلني اسفهم، خل على اسفهم على مشيتي، لا لي مسرع ولا نيجي. انت مسافر لحالك؟ حالي انا ما سافر لحالي. صادق انت؟ طب رجعت مطمئنه؟ ها؟ رجعت. طب خصم يا عيال، ما عليكم خصم. اسلم اسلم، لا ما خصم. المهم معك بالطويله. والله شوي انا الصوت بزعمي الحين بيني وبينهم 20 30 متر. فهمت؟ الصوت عندني. قربوا، فهمت؟ أثر الربع قفوني معجدي، فهمت؟ لا 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 وأسفحهم شوي إلا يوم إن الصوت وصل وصلك العلم فعلا صوت بذني، فهمت؟ وأنا أمد الخطوة، أمد الخطوة هذاك ترى أنا طق وجهي قدام لا 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 وأصد عنا طعمك ولا ما عنا مصد يبي منك يبي منك أنا هالحين الشارع الشارع مثل منا قل يمكن حول قربت الشارع الرئيسي فيه إضاءة إيه؟ أنا أبي أنصى الشارع الرئيسي عند العالم عند الناس ما هو ما في عالم بس ابي انصى الشارع عادي نلقى لي باص حق نقل اركب معه ولا شيء فهمت علي؟ هم منه ولا وخر عنه طعمه حط رجلك كذيب حط رجلك كذيب واجي الشارع انا ما ابي ابين الخوف مره ولا ابي فهمت؟ اجي الشارع قلت اقل شيء في نور لو ضربت ولا شيء ولا حد يمدي يفزع لي ولا شيء ومر باص طعمه كل اركب واحد منهم خلى الباص والثاني ركب معي تفضل والله البلش والله البلش فهمت؟ اي ركب معي نشيط الله نشيط رجال نشيط يعني لو قلبي قلبي لو بيتهاوش انا وياه نشيط الرجال عضلات فهمت؟ المهم متعابط ما ادري شلون وجهي انا اما السواق اتكلم معه انجليزي قلت انا ماني من هنا زدها زدها وهذا اذاني فهمت علي؟ شوف شرطه مركز شرطه قال ليش ويتكلم معه بلهجتهم ما ادري شلون هذاك يتكلم يعني اني انا مخطين عليهم اللي فهمتها من الحوار ذاك انه يقول ان هذا حط الخط عليك انت انا ما ادري ايش السالفه ما ادري ايش يقولون بس انه ال- 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 لغه الجسد ما بين ذا وما بين ذا وتلقي هذا اني انا مختن عليهم اني داخل من بيتهم او جاي من بيتهم او شيء زي كذا يعني الكلام من الشبك ايه عندنا وما ادري ايش فانا كل اللي اقول له بوليس 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 مان بوليس مان بوليس مان بس لا تكلمني شفت لي شرطه تصرف معي ملك الشرطه ثاني ملك الشرطه هم وقف الباص عند استب من المحطات فهمت وما ادري ايش قاعد يرطن ذاك ويتكلم علي وين ما ادري ايش ويتهدد وانا ارجع هو يتهدد علي وانا ارجع بالباص لين وصلت اخر وما ادري ايش قام انت يا السواق وتكلم عليه بصوت عالي كان معنا بس يا اخي شوف شوف الاسلام ترى جميل يا جماعه الباص اللي كنت فيه كان مليان ناس ما في ولا واحد منهم تدخل كان في ناس ولا واحد منهم تدخل نفسي نفسي ولا كاني موجود اللي ناظر واللي حاط سماعات ولا كان كفار قام عاد شوف سواق باص ما ادري عاد يشغل جهل وهم قام وتكلم عليه وتقري هاوش وذا وذا يقول زي كذا مثل قوة تنقلع فهمت؟ ويقفي من عندي ينسي بيض وجهه سلم كلامه بغيت الحق احب خشمه صادق انت كل لحقته خاف منها شايق خذ الحق احب خشمه انا
بس انا ما ادري ايش السالفه. يا اخي عاد حكت انت راعي الباص ما يتكلم انجليزي اصلا ولا شرح لي ايش السالفه. انا قلت بس سلمنا بس هذا يوم العيد بس نزلونها بس. يوم جاء السب الثاني وانزل ودور عاد دور فندق يا مدور الا توبه عاد اطلع بالليل. فتجي مواقف زي كذا يعني. والله تحصل ترى سبحان الله واقشر من وقت الطلوع في الليل والله اني اقشر وقت. شوف ترى احنا دائما نقول لا احد يطلع بالليل. شوف انا زرت اكثر من 36 دوله ودائما اخر الليل اقول لا احد يطلع بالليل. انت من بعد 9 حاول انك ما تطلع معك صح. من يوم ما يطلع تطلع الشمس الين تغيب الشمس وبعد غياب الشمس بساعه بساعتين لين الناس موجودين في الشارع اطلع. لكن اذا خفت الناس لا تطلع. لازم فندق لازم شيء ما في امان يعني. فحتى في دول فيها امان ما ترتاح فيها لان الشارع اصلا عرضه. انت عرض انت في شارع الان عرضه للسكارى عرضه حق المخدرات عرضه للمراهقين عرضه للمشاكل. طيب شو له بعده تبون نغرف احنا في الصحون تحطونه هنا ولا في الصحون؟ والله بيزاز مال انت خله هنا يجي له طعم ترى فتاوى. طيب ايش رايكم عندي فكره سم اسلم ننظف. تحبون طحينه زياده؟ انا بالنسبه لي احب الطحينه. بندر سم تحب الطحينه؟ عادي الطحينه على فوق كل ما زادت كل ما عاد الطعم اكثر. طيب ايش رايكم نضبط الطاوله ذي ونفطر عليها؟ اللي تبي طال عمرك. ولا تبون من الطاولات ذي؟ ما الطاولات الصفر هذه زينه خلها خليني اجي اغسل ايدي. بندر هلا. يحتاج يصحون زياده. الطبخه بتحترق وانتم متسلفون. اللي يشوفهم يقول يطبخون ذبيحه مو بيض. طيب شكرا قلنا شكرا لك. شكرا شكرا. ما مليتوا من طبخ البيض من ايام السوق الى الحين. شكل الطبخه اللي فالحين فيها. تقبل بصدر رحب. عندنا ضيف ولا نقدر نختي ولا نقدر كل شيء. شو نسوي؟ انا مسوي جاب شيء جديد. الطبخه خلصت. هنا ولا هنا؟ اللي تبي وين تبي؟ تبي نفطر على الطاوله ذي؟ اجل خلني اشيلها. يا عبد المجيد طيب سؤال يا شباب سم جواب يا شباب عبور العسل مع القشطه ولا مع الحالة؟ لا كل صحن بالحال يا لك. طيب يحطها وزان بعض؟ ايه وزان بعض يعني كله في الطاوله هذا. ايه وزان لا لا كله في الطاوله اهبل. اقول القشطه ما في وزان. طيب ايه قصدك كذا نجيب صحون ولا تبون تفطرون على الطاوله ذي؟ تحس انك فعلا يا كاشت. اي نحس ان مسافرين. شوف الناس مسافره الحين. خلونا نتخيل ان احنا الان وين يا طويل العمر؟ في السوده. لا 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 طلعنا من المملكه يا اخي مو بالخيال. المشكله المشكله هذول اللي ما يعرفون اللي. يا اخي في 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 ترى اماكن حلوه في الطائف في الشفاء في هالهدى في لا 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 ما دام الوضع خيال خلنا نطلع اوروبا يا اخي. احنا وين احنا رايحين؟ زلامسي زلامسي اوروبا اوروبا لا زلامسي لا نزورها ناس واجد. طائف وين؟ ابي لي مكان ما حد زاره اوروبي. طيب يمكن ما حد يوم جاه اليوم جاه سفير الطاجيكي. ايوه صب العلوم عزمنا خوننا والله. منو السفير الطاجيكي اليوم عزمنا تروحون معنا؟ اذا محفولين مكفولين اكيد معكم. معزومين في وين؟ في طاجكستان. لا والله انا اعتذر 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 واجد اعتذر شوي جتني